السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في هذه المداخلة العاجلة والمهمة جدا، والتي سوف نتحدث فيها عن تطورات الوضع الصحي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتواجد حاليا في مستشفى متخصص للأمراض المعدية في ألمانيا. يجب أن نؤكد على أمر هام، أن ما روته رئاسة الجمهورية غير صحيح بالمرة، وأن البيان الذي أصدرته مؤخرا رئاسة الجمهورية والذي تقول فيه بعد خضوع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات، وقد باشر السيد الرئيس تلقي العلاج المناسب، وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق. حالته الصحية مستقرة، مستقرة، هل هي مستقرة على الوضع الذي كانت عليه عندما غادر الجزائر؟ لم تحدث تطورات، وأن التحاليل الطبية أكدت بأنه لن تتطور أكثر، لذلك ظهر هذا التفاؤل وأنها لا تدعو للقلق. هذا البيان غامض، وفقط من أجل تهدئة الرأي العام في الجزائر خصوصا. إذن المعلومات غير واضحة، لم يظهر الرئيس ولن يظهر على الأقل في هذه الفترة لظروفه الصحية التي ليست على ما يرام. تقييمات استخبارية تحصلنا عليها حصريا، لن نذكر مصدرها ولن نذكر الجهة التي أعدتها، ربما سيأتي مستقبلا ونتحدث فيها بناء على ما ستؤول إليه الأمور. الرئيس عبد المجيد تبون ظهرت عليه أعراض الكوفيد في 17/10/2020، وليس كما قالت رئاسة الجمهورية أن الرئيس دخل في حجر صحي طوعي في يوم 24/10/2020 لمدة 5 أيام، هذه غير صحيحة بالمرة. فالرئيس ظهرت عليه أعراض الكوفيد وأقعدته وأرقدته الفراش بسرعة يوم 17 أو ليلة 17/10/2020، ويوم 18/10/2020 كان من المفروض عنده اجتماع لمجلس الوزراء وتم تأجيله. وماذا قالت ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمهورية؟ تشاهدون في الصورة، حيث قالت رئاسة وكالة الأنباء: أفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المزمع عقده يوم الأحد بتقنية التواصل المرئي نظرا للرزنامة المكثفة لبرنامج رئيس الجمهورية وكذا الحكومة. وجاء في البيان أنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المزمع عقده يوم الأحد بتقنية التواصل نظرا للرزنامة المكثفة لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد وكذا الحكومة، بالإضافة إلى أسباب تقنية. معناها برنامج مكثف إلى رئيس الجمهورية وبرنامج وكذلك الحكومة وخلل تقني. الحكومة ما هو العمل الرزنامة المكثفة التي تعتبر أولى من اجتماع مجلس الوزراء بالنسبة للرئيس والحكومة؟ ما فيش. لم يظهر الرئيس مثلا لو حدث أمر طارئ، وفاة زعيم دولة معينة، اقتضى الرئيس يسافر لحضور الجنازة، أو ضيف، أو حدثت مثلا طارئ كبير على مستوى الجزائر يؤدي إلى مثل هذه الأمور، وهو أمر واضح. لم يظهر شيء من هذا القبيل، رزنامة مكثفة كذا كذا، ما هي؟ لا شيء. لذلك ذلك البيان بيان غير صحيح بالمرة. إذن إلغاء مجلس الوزراء تم بسبب تدهور الوضع الصحي للرئيس، لذلك الرئيس كان لا يستطيع أن يجلس حتى على كرسي
أعراض الكوفيد واضحة عليه، لذلك لا يمكنه أن يجتمع. لو كان بإمكانه يجتمع ولو لدقائق معدودة لاجتمع بالوزراء وعملوا بيان، وأخذوا فقط لمدة 10 دقائق أو شيء من هذا القبيل، عملوا صور وتم رفع الاجتماع وخلاص. ولكن الرئيس لم يكن يستطيع يقوى حتى على الجلوس على كرسي، ولا يستطيعون حتى إظهار ملامحه لأنه في وضع سيء جداً. رئيس الجمهورية حسب دائما هذا التقييم الاستخباري نقل إلى المشفى العسكري في ساعة متأخرة من فجر يوم 28/10/2020، معناها نقلوه على الفجر، الناس ما زالت راقدة. لذلك المعلومات التي وصلتنا من عين النعجة تقول أنه لم تظهر أي بوادر، وهذا الأمر حصل مساء 28، لم تظهر ما يوحي بوجود شخصية مهمة بمقام رئيس الجمهورية في عين النعجة، لم يظهر أي شيء، في حين موجود جنرال في حالة صحية سيئة جدا في الإنعاش، وعقداء وضباط سامون آخرون مصابون بهذا بالكوفيد 19. إذن الرئيس نقل إلى المستشفى العسكري في سحمة. لماذا نقل؟ نقل لأن الرئيس دخل في غيبوبة تامة مساء 27/10/2020. إذن الرئيس عندما دخل في غيبوبة سارعوا إلى نقله إلى عين النعجة فجرا لم يراه أحد، ومن ذلك وفي نفس اليوم عندما الأطباء شافوا حالته لم يستطيعوا تحمل مسؤولية. ونحن نعرف أنه في الأخلاق الطبية أن الطبيب يتخلى عن مريضه إلا في حالة أنه لا يستطيع أن يقدم له شيء، فلذلك يضطر نقله إلى جهات أخرى قد تستطيع إنقاذ حياته، ولذلك سارعوا إلى نقله إلى ألمانيا. لم يذكر هذا التقييم الاستخباري هل اتصلوا بجهات أخرى مثل فرنسا وكما يقال سويسرا وروسيا، لم يذكر هذا. وأعتقد بأنه أنا المعلومات التي تقول بأنه تم نقله في طائرة خاصة أصلا لمثل هذه الحالات، لنقل الأشخاص الذين يكون لديهم فيروسات خطيرة، لديها طريقة فيزيائية في التنقل في الطيران، في أشياء تتميز بخصائص معينة تختلف عن الطائرات الأخرى العادية. أيضا المصادر تقول أن هذه الطائرة تم جلبها من فرنسا، ولكن هذه المعلومات التي متداولة ورددتها بعض الأطراف حتى في الجزائر، ولكن لم ترد في هذا التقييم الاستخباري. لما أخذوه جرت في ألمانيا محاولات إنقاذ حياته، وقد عاد له بعض الوعي حسب المصادر، لم تحدث أي تطورات ومضاعفات، بل أنه بدأ يعود له الوعي مما جعل حياته وضعه الصحي مستقر، لم يتطور حقيقة، لم يتطور أكثر مما هو عليه. لذلك حتى البيان الرئاسي قال أنه حالته مستقرة، أي مستقرة تفسيري أنا أنها مستقرة على الوضع الذي كانت عليه، لم تحدث مضاعفات أخرى وتطورات تهدد حياته. التقييم يتحدث عن وجود أعراض أخرى للرئيس لا ترتبط عادة بالكوفيد، أنه أثناء هذه الفحوصات المعمقة التي أجريت للرئيس في أكبر مستشفى للعدوى هذا في ألمانيا، تحدث بأنه وجدوا لديه أعراض أخرى. هذه الأعراض مش معروفة بالكوفيد، والآن تجري دراستها، هل هذه الأعراض بسبب الكوفيد أو بسبب أشياء أخرى لا يعلمونها، أو أنها تطورات جديدة. الكوفيد يتطور كما نعلم، لذلك لم يتم إيجاد العلاج لحد الآن له. الرئيس في حالة التقييم يقول أن الرئيس في حالة إنقاذ حياته سيبقى يعاني لفترة مفتوحة، ومن الصعب أن يعود إلى ممارسة مهامه في حالة طبيعية كما كان من قبل. لذلك أن الرئيس بعد هذه الضربة الكبيرة حتى إذا تم إنقاذ حياته وعاد إلى الوضع الصحي وبعد عنه المخاطر، لا يمكن أن يعود إلى وضع الطبيعي. ونحن أنا شخصيا أعرف أناس أصيبوا يتمتعون بأمراض مزمنة، ونحن نعرف الرئيس يدخن بشراهة، عنده السكري بالكمبريمي طبعا مش بالإنسولين، وربما عنده أمراض أخرى لا نعلمها. أنا الأشخاص الذين أعرفهم شخصيا وأصيبوا بالكوفيد
لحد اللحظة يعالجون ويقضون، وإن فقدوا حاسة الشم، فقدوا حاسة الذوق، أو ما زالوا يعانون من مشاكل في الصدر، لا يقوون على المشي، لا يقوون حتى على ممارسة حياتهم الطبيعية، ما زالوا يعانون، يغادرون المستشفى ولكن يضطرون دائما إلى متابعة طبية صارمة في بيوتهم، أو حتى يعودوا يترددوا على المشفى الذي يتواجدون فيه. لذلك من الصعب جدا أن الكوفيد إذا ضرب شخص وتمكن منه وأرقده الفراش وأدخله في غيبوبة أن يعود إلى وضعه الطبيعي، أمر يحتاج إلى وقت ربما طويل، إلا إذا كان تم إيجاد علاج خاص بهذا هذا الوباء الخطير. التقييم يتحدث بأن الجزائر ومن المحتمل جدا ستدخل في مرحلة تشبه مرحلة بوتفليقة، معناها أن الجزائر الآن راح تدخل مرحلة أن الرئيس عاجز صحيا أو مريض، وأن الدولة تسير في ظل هذا الوضع الذي كانت عليه من قبل من بوتفليقة. ويقول التقييم أن السلطات الجزائرية دخلت فيما يشبه حالة الطوارئ من هذا الوضع المفاجئ الذي أخلط عليهم الأوراق الكثيرة. نلاحظ إذن هذا هو تقييم استخباري، وأعتقد بأنه هذا التقييم تقييم قوي جدا. وأيضا هناك تقييمات طبية تتحدث تتماهى مع هذا التقييم، أو طبعا هذا التقييم الاستخباري راح يأتي بناء على مصادر ومعلومات مطلعة جدا، وليست هكذا فقط تأتي على الماشي. أيضا المعلومات التي توفرت لدينا تقول بأن السلطات العليا في البلاد أيضا اجتمعوا التقوا، أعتقد فيها شنقريحة وغيره، وتمت مناقشة تأجيل الاستفتاء. لكن الإشكالية اللي وقعوا فيها كيف سيؤجل هذا الاستفتاء؟ ضروري أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية نقل إلى ألمانيا وهو في حالة غيبوبة، والسلطات الألمانية والاستخبارات الألمانية راهي عندها كل المعطيات على وضعه الصحي. لذلك إصدار باسم الرئيس مرسوم أو شيء من هذا القبيل لا يمكن أن يمر. أيضا لو يجتمع المجلس الدستوري لاتخاذ قرار مثل هذا للتأجيل سيفتح عليهم أبواب كثيرة هم في غنى عنها، وخاصة أن هناك أطراف قوية في النظام الجزائري تريد تمرير الدستور بأي وسيلة كانت، لأنه ولهذا قال لك ما دام الرئيس في حالة والوقت قصير جدا نستطيع أن نمرر الدستور، وصار ما يهمهم أنهم الناس تذهب إلى صناديق الاقتراع بقدر ما يهمهم أن هناك تكون نتائج. حتى هناك طرف آخر حسب هذه المعلومات قال لهم المهم نذهب إلى صناديق الاقتراع، إذا رفض الشعب هذا الدستور ينتهي الموضوع، على الأقل ما نخلي أن نؤجله أو نلغيه أو شيء من هذا القبيل ليدخلنا في دوامة كثير. إذن هذا هو الأمر. لذلك لم يبقى أمام الجزائريين الآن في ظل ما نخلوا هذا الوضع الذي آل إليه رئيس الجمهورية أن يشغلنا على أهم ملف، الآن هو ملف رفض هذا الدستور. على الجزائريين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا الدستور، لأنه هذا الدستور كارثي بمعنى الكلمة كما تحدثنا كثير مرارا وتكرار. وأيضا أن هذا الدستور إذا كان الناس اللي راح يروحوا ويثقوا بأن هذا الدستور هو للدستور للرئيس تبون، رئيس تبون الآن يرقد في الفراش، يرقد في المستشفى، الله أعلم كيف راح تكون تطورات، قد تحدث تطورات صحية هي أو قد لا يستقر وضعه، نحن لا نتمنى له ذلك، ونتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى له أن يعود سالما إلى ممارسة مهامه بصفة طبيعية، هذا طبعا أولا كرئيس للجمهورية الجزائرية، وأيضا كإنسان لا يمكن إنسان مسلم، ونحن كمسلمين دائما نتمنى حتى إلى مسلم نختلف معه، ولأي إنسان نتمنى له الشفاء العاجل. إذن هذه المعلومات التي وصلتني أردت أن أنقلها إليكم بهذه الصفة المستعجلة. لذلك الوضع الصحي للرئيس هو ربما راه مستقر على ما كان عليه من قبل ولم تحدث إليه أي مضاعفات جديدة. المعلومات التي توفرت لدينا إلى حد هذه اللحظة والتي هي الساعة 9 صباحا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 أن الرئيس لم تحدث له أي مضاعفات ولا أنه عاد إلى وضعه الطبيعي، ما زالت هناك أعمال مكثفة من أجل محاولة
إنقاذ حياته. هذه المتوفر، ما قد يأتي لاحقا لا ندري، ربما سيتعافى، ربما ستحدث تطورات أخرى لا نتمناها طبعا، ولكن هذا هو الواقع. لذلك على رئاسة الجمهورية أن تكون واضحة، أن تكون شفافة. إذا فقدت مصداقيتها مع مرض أول امتحان تمر به الرئاسة في عهد تبون وبهذه الطريقة، إذا فقدت مصداقيتها فالأحسن لها أن تراجع أوراقها كاملة شاملة وتغير الطاقم الإعلامي، لأنه لا يعقل أبدا أنها تستمر بعدما ثبت عليها الكذب وثبت عليها التضليل بقضية تخص رئاسة الجمهورية. كان من المفروض أن رئاسة الجمهورية تكون شفافة بصفة عادية. الرئيس أصيب، الرئيس على الفراش، لا يمكنه أن يظهر، هذا مرض وباء أصاب العالم كله. ولذلك كان من الممكن، ولكن العقلية العصابة ما زالت مسيطرة على كثير من الأطراف. هم يعتقدون أنه بتضليل الجزائريين وقول غير الصواب سيستمر هذا الوضع. والله أنتم الخاسر، أنتم من سيخسر. نعم أنتم من سيخسر، لأن الحقيقة صارت تنكشف، المعلومات تأتي من مصادر كثيرة، والمعلومة لا يمكن أن تبقى في جدران رئاسة الجمهورية ولا في غرفة في غرفة في غرفة العلاج والإنعاش التي يتواجد فيها الرئيس بألمانيا. لذلك على الرئاسة أن تكون لديها استراتيجية أفضل من هذه الاستراتيجية القائمة، لأنها بائسة ومفضوحة ولا معنى لها. شكرا لكم أحبتي الكرام على حسن المتابعة. ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.